جمعية إحسان العاصمة بالتنسيق مع جمعية أصدقاء الصحراء بالمنيعة. يعني ماذا لفت نظرك في هذه اللفتة التضامنية وما الشيء الذي أعجبك في المنيعة وأنت تزورينها ربما لأول مرة؟ أول شيء بحب أهني الجزائر، بحب أهني أهالي المنيعة برمضان، شهر رمضان كريم وفضيل، شهر ربنا حس عليه في العطاء في التعاون في المحبة، في سمة من سمات ديننا الإسلامي الحنيف اللي بتحس على الوفاء، بتحس على العاطفة، بتحس على مراعاة المجتمع وتكافله. كان لي أنا الشرف إني أكون مرافقة للسيدة سعاد الشيخي، سيدة نشيطة في عطائها في جميع المستويات. منذ أن حللنا بالجزائر وجدنا إن شاء الله سيدة أول شيء عندها جمعية إسعاف للمسلمين في شتى المجالات بتلاقيها خير، فكان أنا إلي الشرف إني أكون مرافقة لها في هذه المنيعة. في المنيعة وجدت المنيعة حسن المنيعة ما شاء الله، يعني أنا بهرت بما يوجد في المنيعة من مرافق حية، من المطار على مستوى عالي من النظافة ومن الاستعدادات والأجهزة، على مستوى المناطق السياحية الفندق اللي إحنا نازلين فيه في شتى المجالات. زرنا بعدين كثير من الأماكن وجدت فيها برضو رجالات في المنيعة اللي هني ما شاء الله، اللي أنا أول ما شفت إنجازاتهم قلت ربنا لما خلق الإنسان خلقه خليفة في الأرض ليعمر فيها، ولما تشوف هذه الناس كيف وقفت في هذه الأرض وعملت من هذه الصحراء يعني نماذج مشرفة ومعطاءة، بتحس إنه هذا هو دور الإنسان في الأرض يعمر فيها، وهذه رسالة من رسالاتنا اللي المفروض نقوم فيها. شكرا.